فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. ما زلنا مع كتاب الصلاة باب الدعاء بين السجدتين، باب الدعاء إذا ماذا يقول إذا رفع رأسه من الركوع. عليكم السلام وبركاته. روى مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. هنا فيه التصريح على القول إذا رفع رأسه بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذن عندنا من وافق قوله قول الملائكة في التأمين وأيضا في التسميع. عليكم السلام وبركاته. وفي رواية: لا يقول القوم خلف الإمام سمع الله لمن حمده ولكن يقول ربنا لك الحمد. هذا عن عامر موقوف لكنه ليس مرفوعا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رضي الله عنكم جميعا. فإذا هنا في قوله إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا في قوله: لا يقول القوم خلف الإمام سمع الله لمن حمده ولكن يقولون ربنا لك الحمد. الأول في هذا الباب فيه فائدة عظيمة جدا، ألا وهي موافقة المأموم الملائكة، موافقة القول القول، لأنه قال: فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا المأموم هل يدخل الإمام في ذلك أم لا؟ وأيضا ما معنى موافقة المأموم للملائكة؟ عامة هذا الحديث استدل به على أن الإمام لا يقول ربنا لك الحمد، وعلى أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده لكون ذلك لم يذكر في هذه الرواية. وهذا الذي يتبناه الحنفية. الحنفية يقولون بأن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحنفية يقولون بأن الإمام يقول سمع الله لمن حمده لكن لا يقول ربنا لك الحمد، والمأموم يقول ربنا لك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده. الحديث ظاهره هذا الباب، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فقالوا الظاهر ذلك. وطبعا هذا فيه نظر كبير جدا، لأنه ليس فيه دلالة على النفي، المسكوت عنه ليس منفيا. وهذه قاعدة مهمة جدا تعرفها وتتعلمها في هذا الباب عند النظر إلى مسائل التأصيلات. المسكوت عنه ليس منفيا، بل فيه أن قول المأموم وربنا لك الحمد يكون عقب قول الإمام سمع الله لمن حمده. هذا الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم عنه، لكنه سكت عن قول الإمام، سكت أيضا عن قول المأموم يقول سمع الله لمن حمده أم لا. والواقع في التصوير ذلك لأن الإمام يقول في التسميع في حال انتقاله، والمأموم يقول التحميد في حال اعتداله. يعني الآن الإمام عند الرفع يقول سمع الله لمن حمده، المأموم يقول ربنا لك الحمد. وقد ثبت من أدلة صحيحة صريحة أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين التسميع والتحميد، فكيف يقال بأن الإمام لا يقول ربنا لك الحمد؟ ده ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث صحاح في الصحيحين كلها جاءت أن النبي كان يقول اللهم ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد.
وأيضا حمدا كثيرا طيبا من السماوات ومن الأرض ما شئت من بعد. فكيف يقال بأن الإمام لا يقول التحميد؟ يعني هذا غايته أنه مسكوت عنه. وقلنا المسكوت عنه ليس نفيا، يعني ليس المسكوت عنه يكون نفيا، فغايته يقال مسكوت عنه، غايته يقال مسكوت عنه. عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته. هذه الغاية. لكن ثبت في الصحيح على أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين التسميع وبين التحميد، وهذا هو قول الشافعي وأحمد، وهو قول أيضا من أصحاب أبي حنيفة، قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن والجمهور، والأحاديث الصحيحة تشهد لذلك كما قلت في الصحيحين. وزاد الشافعي أن المأموم يجمع بينهما أيضا، يجمع بينهما أيضا في قوله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. هذا انفرض به الشافعي عن الجماهير، وحجة الشافعي في ذلك هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه صلى بهم ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، قال ما أخطأتكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحتج أيضا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل، إنما أصول حصر وقصر، إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. عليكم السلام وبركاته. والإمام ابن المنذر قال بأن الشافعي لم ينفرد بهذا القول. ابن المنذر في الإشراف قال وهذا القول جاء عن عطاء وابن سيرين وعن غيرهما، القول بين الجمع بين قول الإمام والمأموم أنه يقول سمع، المأموم يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. لكن الحنفية كما قلنا بأنه يقول الإمام له قول والمأموم له قول ولا يجمع بينهم. الإمام له قول سمع الله لمن حمده ويسكت، والمأموم له قول وهو ربنا لك الحمد ويسكت. وهذا غريب جدا من الحنفية في هذا الباب، كما قلنا المسكوت عنه ليس نفيا. وفي قوله هنا ما معنى قوله من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه؟ المعنى هو أنه يتحد القول ربنا لك الحمد بعد قول الإمام سمع الله لمن حمده، وهذه معناها الملائكة كأنها تصلي وتقول بنفس القول ربنا لك الحمد. يقول لو اتفق غفر له ما تقدم من ذنبه، وظاهره غفران جميع ذنوب الماضية ومحمولة عند العلماء على الصغائر. وقد قال بعض العلماء دعوه على ما هو عليه من الكبائر والصغائر، ولأن رحمة الله جل في علاه لا تحجير عليها. وصراحة الكلام في هذا الباب موضعه موضع عظيم جدا. أولا لابد أن نفهم من وافق قوله قول الإمام، ما معنى من وافق قوله قول الإمام، ومن الذي يستطيع أن يفهم توقيت قول الملائكة؟ صحيح أن نقول التماس السنة هو الذي يصل به المرء إلى قول الإمام، والتماس السنة في هذا الباب هو أنه فور أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده أنت تدرك وتقول ربنا لك الحمد. هذا هو يكون السنة، أو تكون السنة سبيل، السنة سبيل إلى موافقة الملائكة. يبقى إذن إن سألت وقلت وكيف نصل إلى الموافقة الملائكة، نحن لا نراهم ولا نسمعهم، نقول السنة سبيل إلى ذلك. ما أن تمسك المرء بالسنة على ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فأن تأتي به على وجهه تكون وافقت الملائكة. يبقى فور أن يقول المأموم الإمام سمع الله لمن حمده أنت تقول ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، بهذا توافق أنت الملائكة، ومن وافق الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هنا المسألة لو نظرنا إليها أصوليا غفر له ما تقدم من ذنبه. في الأصول علماء الأصول، وهذا لا يخفى عليكم أنتم درستم معنا كثير من الأصول، بأن المفرد المضاف يعم ذنبه، مفرد مضاف والإضافة تعم، الإضافة تعم. يبقى إذن يغفر له الكبائر والصغائر، فسبحان ربي العظيم. فالوقوف مع 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 المعاصي أو السيئات دون العمل، أو التنقيص من القدر للمعاصي والسيئات، هذه فيها دلالة واضحة جدا على أمرين، على 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 ضعف بصيرة وجهل بالعلم، وعلى خبث نفس. لأن الإنسان الله تعالى جعل له
مداخل ومخارج عظيمة جدا. طبعا الإنسان لا يمكن أن يكون ملكا، وأيضا هو قرين الخطأ، لكن الله جعل له ما بين الفين والفين وبين الحين والحين مكفرات مطهرات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم اغتسل فيه المرء 5 مرات في اليوم والليلة، أيبقي من ضرنه من شيء أو يبقى من ضرنه من شيء؟ قالوا: لا يبقي من ضرنه من شيء، لا يبقى من ضرنه من شيء، رضي الله عنكم جميعا، لا يبقى من ضرنه من شيء. قال هكذا الصلوات 5. وانظر هنا فقط في داخل الصلوات، يعني هذه فقط إسباغ الوضوء تكفير للسيئات، الدخول في الصلوات تكفير للسيئات، في داخل الصلوات أذكار وأيضا تسبيحات تكون سببا في مكفرة، تكون سببا في مغفرة الذنوب والخطيئات. يقول: من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقلنا من ذنبهم مفرد مضاف، والمفرد المضاف يعم، مفرد مضاف والمفرد المضاف يعم، يعني معنى ذلك أنه يكفر الصغيرة والكبيرة. والله ليس بعيد على الله الذي فعله، والله ليس بعيد على الله. وإن كان جمهور أهل العلم يرون أن كل هذه المطلقات مقيدات بالكبائر لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5 مكفرات لما بينهن، العمرة مكفرات ما بينهن، رمضان مكفرات لما بينهن. قال: ما اجتنبت المقتلة، ما اجتنبت المقتلة يعني ما اجتنبت الكبيرة. لكن والله لو نظرنا تدقيقا في العلم لوجدنا أن الأمر على بابه وعلى ظاهره، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتنبت الكبيرة ده إحنا عندنا آية من الكتاب تثبت أن اجتناب الكبيرة يكفر كل صغير، فكيف يقال ما اجتنبت الكبيرة؟ يعني اجتناب الكبيرة نفسها من المكفرات. يعني لو بحثت عن المكفرات تقول: الوضوء وإسباغ الوضوء على المكاره والصلوات والصيام والصدقات وأيضا الذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أسأت فأحسن السر بالسر والعلانية بالعلانية. قال: يا رسول الله، ألا إله إلا الله من الحسنات؟ قال: يا بني، هي أعظم الحسنات. فهي مكفرات، واجتناب الكبائر من المكفرات. قال الله تعالى: إن شرطيه الآن إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. إيش بقى جواب الشرط؟ جواب الشرط ظاهر جدا هو الآن، تطميعا لكل إنسان أن يسعى في ذلك. قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. يعني اجتناب الكبيرة بنفسها بذاتها تكفير، فكيف يقال بأنه ما يعني إلا الكبيرة؟ قال: قد غفر ما اجتنبت الكبيرة. فيبقى إذن إيش الزائد في الصلوات؟ يعني هو لو قال: والصلوات 5 كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبيرة، طب اجتناب الكبيرة نفسه مكفرات، طب الصلوات 5 إيش بقى فائدة حسناتها إيش؟ فلذلك صراحة المسألة تأتي على أصلها، تأتي على أصلها، فنقول بأنها على بابها. غفر ما تقدم من ذنبه، غفر ما تقدم من ذنبه، فغفر ما تقدم من ذنبه هذه تعم. نعم، لا إله إلا الله من أعظم الحسنات المكفرات للسيئات، من قالها بقلب صادق ارتقى. وكثير من الناس يقولون لا إله إلا الله، لكن صاحب البطاقة أحظى رجل بها عندما استحق النار وأنجاه الله من النار بصدق الكلمة. والمسألة على صدق القلوب، كلما كان القلب أنقى، كلما كان صاحبه أصدق، وكلما كان في منزلته أرقى، أرفع وأرقى. والله علام الغيوب، هو الذي يفتش عن القلوب. الناس يأخذون بالظواهر، والله يأخذ بالبواطن. وكلما كان القلب فيه الصفاء والنقاء، كلما كان اقترب العبد من رب الأرض والسماء سبحانه جل في علاه. فهنا لو قالها: ربنا لك الحمد، بقلب حاضر بتدبر لنعائم الله التي نزلت تترى يتبع بعضها بعضا، فإنه إذا حقا قالها فوافق قول الملائكة لا يستبعد أن يكفر الله عنه كل صغيرة وكبيرة. وهذا ليس بعيد على الله جل في علاه، إن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وهذا يحبه الله. فإن الله يحب أن يرحم العبد، وإن الله يحب أن يغفر للعبد،
وإن الله يحب أن يستر على العبد، وإن الله يحب عفوا أن يكافئ العبد وأن يعطيه وأن يمنحه وأن يزيده وأن يقويه سبحانه جل في علاه. فلو أخذنا هذه القرائن بأسرها مع قوله غفر له ما تقدم من ذنبه، فنقول على ظاهرها في هذا الباب. وفيه دلالة على أن الملائكة يقولون مع المصلي هذا القول ويستغفرون ويحضرون بالدعاء والذكر، والله وصف ملائكة لذلك، والله وظف الملائكة لذلك. ملائكة يسيحون في الأرض ينظرون إلى مجالس الذكر وإلى مجالس العلم فيرتقون يعني بعدما يسمعون ويكتبون الأسماء ويعرجون إلى ربهم، والله جل وعلا يذكرهم بالثناء الحسن في الملأ الأعلى، جزاكم الله خيرا. فهذه يا ربنا نكون من هؤلاء الذين ذكرهم الله بالثناء الحسن في الملأ الأعلى، ونحن نحظى بمثل هذا المسجد أو هذا المجلس كمجالس المساجد، بأن يقال هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم، هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. وفي رواية عامر أنه قال لا يقول القوم خلف الإمام سمع الله لمن حمده، لكن يقول ربنا لك الحمد. طبعا هذا يعني عامر هنا عامر الشعبي، تعلمون عامر الشعبي هذا من أبرز علماء الكوفة، وشوف علماء الكوفة كان انشغالهم بأسره على النظر. هذا العالم النبيل كان يجوب البلاد جميعا من أجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ اللهم اغفر لنا جميعا يا رب العالمين. ماذا قال عامر الشعبي؟ كان يقول لما قيل له كيف بلغت ما بلغت، كان وتدا في العلم، فقال بصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب. والإمام الشعبي عامر بن شراحيل كان رجلا أثريا، كان يقول العلم حدثنا أخبرنا وغير ذلك خل وبقل. فهو عنده أثر في هذا الباب. روى هو ولد لسنتين خلت من خلافة عمر، روى عنه عن علي بن أبي طالب وابن مسعود لكن لم يسمع من هؤلاء الثلاثة، وروى عن أبي هريرة وعن عائشة وجرير وابن عباس. هو يقول الشعبي نفسه لتعلم قدر الشعبي كان يقول أدركت 500 من الصحابة. هو كان يروي عن علي عن طريق الحارث الأعور، لكنه عجيب كان يقول حدثني الحارث الأعور وأشهد الله أنه كذاب، يعني يخطئ يعني. ولذلك كان العلماء يقولون مراسيل ابن المسيب ومراسيل الأعمش الشعبي مراسيل صحيحة. كان ابن عيينة إذا مدح الشعبي قال كانوا يقولون الأعمش ابن عباس في زماني والشعبي في زماني. قال لا يقول خلف الإمام سمع الله من حمده، وهذا قول الجمهور وانفرض عنهم كما قلنا الإمام الشافعي، لكن هو ليس انفرادا لأن عطاء قال بذلك، وأيضا من التابعين محمد بن سيرين قال ذلك، قال يقول سمع الله من حمده. فإذا رفع رأسه فقال الطائفة يقتصر على قول ربنا لك الحمد، وهذا ظاهر الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وهذا قول الشعبي، وذهب إلى ذلك أحمد وأيضا مالك. أما أبو حنيفة كما قلنا يفرق بين الإمام والمأموم. وقالت طائفة قالوا بأنه يقول المأموم كما يقول الإمام سمع الله لمن حمده، لأن الإمام أيضا يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، فيقول المأموم أيضا سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. وهذا يعني قال به ابن سيرين وعطاء والشافعي، بل وأبو يوسف من الحنفية قال بذلك. ولأن النبي قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، يبقى إنما جعل الإمام يتم به قولا وفعلا إلا أن يتأتى الأمر في هذا الباب، إلا أن يتأتى الأمر في هذا الباب بقرينة غالبة. وفيه كما قلنا أفضل ما يمكن أن يكون للإنسان، فلذلك تهفو القلوب وتشتاق الأبدان والأرواح إلى الصلوات، لأن الإنسان مهما زلت قدمه مهما ارتقى في التعدي والتجاوز
فإنه عندما يدخل إلى الصلاة فإن الله جل في علاه يعني يعطيه أعظم الفرص ليرتقي عند ربه جل في علاه. وارتقاؤه عند ربه جل في علاه ظاهر جدا بأنه إذا وافق قوله قول الإمام غفر الله له ما تقدم من ذنبه. الفوائد المستنبطة من ذلك: الفائدة الأولى عظيم رحمة الله بعباده، جعل لهم من ذكر في الصلاة مكفرات، جعل لهم من ذكر في الصلاة مكفرات، فكيف بالصلوات؟ وهذا أمر جلل. الفائدة الثانية: الكريم إذا أعطى فلا حد لعطائه ولا تصور، غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا عموم، عموم كثرة وقوى وأيضا رتبة. أمين أمين، رضي الله عنكم جميعا، صلى الله عليه. اتباع السنة موافقة للملائكة، يعني من رام أن يوافق الملائكة في قولهم في فعلهم فعليه بأن يتبع السنة. فشوفوا عظيم عظيم بركة اتباع السنة، بركة ليست بعدها بركة، نجاة، وبعد النجاة رفعة، وبعد الرفعة تعاظم الحسنات، وبعد ذلك يكون ناصرا للدين من تمسك بالسنة حقا. نعم، لو في أسئلة تفضلوا ندخلها. شعب الإيمان، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.